اليوم كان عندنا اجتماع ديال مجلس إدارة، الإدارة ديال الحوض المائي ديال سوس ماسة. هاد المجلس كان عنده واحد الأهمية قصوى، إن كانت فرصة أولا للتذكير بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة صاحب الجلالة من أجل حل الإشكاليات ديال ندرة المياه في المنطقة، من بينها بالطبع العمل على تخديم محطة ديال المعالجة المياه، وكذلك العمل على تحلية المياه بالنسبة لشتوكا أيت بها اللي هي أعطت واحد الوقع جد إيجابي وحافظت على الماء الصالح للشرب بالنسبة للأكادير الكبرى، وكذلك ما هو مبرمج من محطة تحلية أخرى في سيدي إفني في تيزنيت إن شاء الله في المنطقة. زيادة على السدود الكبرى، عندنا 3 سدود كبرى و8 سدود صغرى وتلية إن شاء الله التي سيتم إنجازها أو بدأنا في إنجازها. وكانت فرصة كذلك لوضع خريطة الطريق من 2050 من خلال المخطط التوجيهي للماء. هذا المخطط بين بأنه الحمد لله هناك رؤية مستقبلية متوافق عليها من طرف كل أعضاء ديال الحوض المائي، وهناك إرادة كذلك لكي يكون هناك تنسيق كبير ما بين الوزارة الفلاحة ووزارة الماء، ومن جهة أخرى وهناك كذلك تصور الذي يهدف أولا إلى ضمان الماء سهل الشرب بالنسبة لساكنة المنطقة، ثانيا العمل كذلك على تبئة كل ما هو اعتيادي أو غير اعتيادي من تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة، وكذلك الاقتصاد في الماء والعمل على الحفاظ على الفرشة المائية.